السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن أقراص SSD أو Solid State Disk، وهنقارنها بهاردات الـ HDD التقليدية، تمام؟ وهنتكلم عن قرص جديد من نوع SSD من الصنع الصيني هيك فيجن، موديل اسمه C100 أو C100، تمام؟ الهارد ده طبعا بيتميز بأن يعني سرعته عالية جدا وسعره رخيص بالمقارنة بالمنافسين التانيين من كينغستون أو من سامسونج. طبعا المقارنة دي احنا هنتكلم فيها من ناحية الميكانيزم ومن ناحية السرعة بتاعة الأداء ومن ناحية الوزن واستهلاك الطاقة وأكتر من ومن وجه مقارنة، وكمان هنستعرض الفرق الرهيب في الأداء بين الـ SSD للـ HDD في سرعة يعني بدء تشغيل نظام الويندوز أو نظام التشغيل أوبونتو أو أي نظام تشغيل. لاحظ فرق السرعة في الجهاز اللي على اليسار في هارد SSD، إنما الجهاز اللي على اليمين في هارد HDD. طبعا فرق تشغيل او فرق بدء نظام التشغيل في السرعة هيبان دلوقتي قدامكم زي ما انتم شايفين. الجهاز اللي على اليسار طبعا فتح اسرع لان الهارد بتاعه SSD، الجهاز اللي على اليمين لسه يعني بيحاول يفتح. برضو هنستعرض فرق السرعة بينهم بالنسبة لتشغيل الألعاب. دي لعبة توم بريدر، طبعا ملاحظ ان اول خانتين على الشمال دول M.2 و SSD. طبعا شوفوا فرق السرعة في تحميل الجيم بلاي عامل ازاي بين الخانتين الاولانيين والخانتين رقم 3 و4. وطبعا في فرق كبير بين الـ SSD والـ HDD، الفرق طبعا لصالح الـ SSD. وفي النهاية هنعمل unboxing للهارد اللي معانا النهاردة، هنستعرض مميزاته وهنستعرض أسعاره وإزاي نشتريه أونلاين من موقع سوق أو من موقع جوميا. خليكم معايا بعد الفاصل. في البداية احنا هنتكلم عن 3 حاجات. اول حاجة الفرق بين الهاردات اللي هي الـ HDD وبين الاقراص SSD. وتاني شيء هنتعرف عن الصانع الصيني هيك فيجن. تالت شيء هنستعرض وهنعمل انبوكسنج للمنتج اللي معانا النهاردة اللي هو الهارد SSD من هيك فيجن، مساحة 120 جيجا بايت. طيب في البداية احنا هنتكلم عن الفرق بين الـ HDD وبين الـ SSD من ناحية الميكانيزم. طبعا يعني الـ HDD من ناحية الميكانيزم بيتكون من يعني من أقراص ممغنطة بتدور بسرعة عالية جدا، تمام؟ والأقراص دي بيكون فيه إبرة يعني قهر مغناطيسية هي اللي مسؤولة عن قراءة وكتابة البيانات، تمام؟ أما طبعا الـ SSD بيكون متكون من مايكروشيبس، مجموعة مايكروشيبس، ومعهم قطعة صغيرة جدا اسمها كنترولر هي اللي مسؤولة عن إدارة البيانات من ناحية القراءة والكتابة. طبعا سرعة نقل البيانات يعني أبطأ في الـ HDD، تمام؟ وبيكون أسرع طبعا جدا الـ SSD بيكون أسرع يعني كتير. من ناحية استهلاك الطاقة طبعا يعني الهاردات من نوع HDD بتستهلك من 6 لـ7 واط، تمام؟ بالنسبة لهاردات الـ SSD يعني بيكون استهلاكها من 2 لـ3 واط. احنا عندنا الهارد اللي احنا هنعمل له ريفيو النهاردة اعلى استهلاك للطاقة دي بيكون يعني 1.28 واط. من ناحية الضوضاء او الدوشة الـ HDD طبعا بيصدر ضوضاء عالية جدا. انت لو في يعني وقت فيه سكون او وقت متأخر من الليل وبتجرب تنسخ حاجة من الهارد ديسك بتحس ان في صوت تكتكة وصوت دوران سريع جدا. طبعا ده ناتج ان يعني الهارد ديسك ليه مكونات ميكانيكية. طبعا على النقيض اطلاقا النوع الاقراص اللي هو الـ SSD ملهوش صوت ابدا، يعني هادي جدا. العمر الافتراضي لهاردات الـ HDD بيكون يعني 1.5 مليون ساعة تشغيل، انما الـ يعني الـ SSD بيكون 2 مليون ساعة تشغيل، وده طبعا معناه ان الـ SSD عمره اطول. اما بالنسبة للوزن طبعا هاردات الـ HDD يعني وزنها دايما بيكون بيتراوح وزنها من 400 لـ600 جرام، يعني نص كيلو تقريبا. انما يعني الهاردات الـ SSD بتكون خفيفة جدا عاملة زي الفلاشة، يعني الهارد بتاع النهاردة ده وزنه 56 جرام بالظبط. طبعا بالنسبة للسعر هو للأسف
يعني ال اتش دي دي يعني بيكون مقارنه لصالحه من ناحيه السعر، بحيث ان احنا لو نفترض ان احنا لو معانا 1000 جنيه، ال 1000 جنيه ده ممكن نجيب بيه هارد 2 تيرا بايت من اتش دي دي، انما نفس ال 1000 جنيه ده نقدر نجيب هارد 480 جيجا فقط بالنسبه للاس اس دي. تاني شيء هنتكلم عنه طبعا شركه يعني هيك فيجن، للي ما يعرفهاش هي شركه وطنيه صينيه رائده في صناعه وتوريد انظمه كاميرات المراقبه واجهزه الدي في ار، وطبعا يعني الشركه دخلت مجال تصنيع الرام والمايكروشيبس واجهزه التخزين زي الاس اس دي بشكل يعني جديد. فطبعا يعني علشان ينافسوا وسط الاسماء الكبيره زي كينغستون وسامسونج وغيره، فيعني بيقدموا نفس الاس اس دي بنفس الجوده بنفس السرعه ولكن بسعر يعني معقول او سعر اقتصادي. وطبعا يعني انا قررت اجيب الهارد اللي هو هيك فيجن مساحته 120 جيجا بسعر 333 جنيه، وهتلاقوا لينك الشراء من موقع سو.com ومن موقع جوميا في الوصف بتاع الفيديو. تمام، طبعا انا يعني قررت اشتري الهارد من النوع ده او يعني الاس اس دي من النوع ده لان سعره ارخص شويه، وطبعا اداؤه يعني ما يفرقش كتير عن اداء الكينغستون او السامسونج. طيب تالت حاجه، احنا هنعمل ريفيو للقرص اس اس دي من هيك فيجن. الموديل بتاعه اسمه اتش اس 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 دي سي 100 او سي 100. طيب بسم الله نبدا نفتح العلبه. طيب بسم الله نبدا، دي العلبه بتاعه القرص الاس اس دي. تمام، وده يعني علبه خفيفه جدا والتقفيل بتاعها قايم وطبعا ده كتر، فيعني انا مش عارف افتحه من فوق ولا من تحت، لكن انا يعني بفضل ان احنا نفتحه من تحت من هنا. تمام، اوه ما شاء الله ده يعني خفيف جدا وشيء عظيم يعني. طبعا يعني هو ده الهارد او القرص، بلاش نسميه هارد عشان في ناس بتزعل. زي ما انتم شايفين يعني الحجم بتاعه يعني صغير جدا جدا جدا. يجي من الجنب من هنا يعني مكان للمسامير علشان لو هتثبته مكان الفلوبي او في اي مكان في الكيس. ودي الموصلات بتاعته طبعا من نوع ساتا، بتوصل زيه زي اي هارد ساتا. تمام، زي ما قلنا يعني القرص ده بيجي بواجهة ساتا، السرعة بتاعته 6 جيجا بت بير سكند، بتوصل سرعة القراية والكتابة فيه ل 750 ميجا بايت في الثانية. المايكرو شيبس اللي يعني القرص ده مكون منها من نوع 3 دي ناند، معروف بأقصى قوة أداء وثبات ممكن يعني يوفرها اي قرص من النوع اس اس دي. وطبعا يعني الهيكل بتاعه مقاوم للاهتزازات والصدمات، لكن ده طبعا مش معناه ان انت هتهبده في الارض او يعني توقعه وقعات جامده. طبعا زي ما قلت قبل كده هو الوزن بتاعه خفيف جدا، 56 جرام تقريبا، وحجمه كومباكت جدا يعني هو تقريبا كده 7 × 10، والسمك بتاعه 7 ملي. تمام، واستهلاك الطاقة بتاعه بيكون 1.25 واط أثناء القراءة، قراءة البيانات، و 1.28 واط في الكتابة. طبعا يعني القرص ده يعني متوفر مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية البي سي واللابتوب برضه، هو بضمان 3 سنين من المنشأ من الصين بمعنى صح، وضمان سنة داخل مصر. تمام، طيب احنا لحد هنا انتهينا من يعني من الانبوكسنج واستعراض القرص نفسه. دلوقتي انا هوصل القرص في جهاز الكمبيوتر وهفتحه علشان نختبر السرعة بتاعته من خلال الاداء العظيمة بنش مارك اللي موجودة في تطبيق ديسكس اللي موجود في نظام اوبونتو. طيب دلوقتي انا يعني وصلت الهارد في جهاز الكمبيوتر خلاص، هجربه من خلال اداه اسمها بنش مارك بتاعه ديسكس. ديسكس ده يعتبر ديسك مانجمنت زي اللي في نظام ويندوز بالظبط. تمام، بس ده طبعا يعني ايه محترم شويه. طيب في البدايه انا يعني هحدد الهارد هنا اللي هو 120، هنضغط هنا على علامات الترس دي ونختار فورمات بارتيشن.
طبعا يعني هو لسه ما تعملوش فورمات قبل كده، اول ما يتوصل يعني. فانا يعني هعمل الفايل سيستم بتاعه ان تي اف اس، لان هنزل عليه الويندوز، و يعني هحط نيم، تقريبا لازم احط نيم. بعد كده هعمل فورمات، جاري عمل فورمات. دلوقتي الفورمات انتهى وهنا جايب لي الفوليوم نيم والمساحه بتاعته. طيب دلوقتي احنا هنستخدم الاداه اللي هي بنش مارك بارتيشن، تمام، وهنعمل ستارت بنش مارك. بعد كده نضغط ستارت بنش مارك. وبونتو بيحتاج صورة كل شويه يعني. طبعا هو انا جايب يعني متوسط سرعه القراءه والكتابه حوالي 280 او 270 ميجا بايت. طبعا انا استخدمت اداه كريستال ديسك مارك قبل كده على ويندوز، وكانت النتيجه يعني فوق 400 فوق 500 ميجا في الثانيه الواحده. وطبعا ده يعني بالمقارنه بالهارد ال 2 تيرا الاتش دي دي اللي عندي في الجهاز. طبعا ده انجاز كبير، لان يعني الهارد ده بنش مارك بتاعه ما يعني ما تعداش ال 70 ميجا او ال 60 ميجا اطلاقا. نروح لنظام ويندوز علشان نجرب الاداه اللي هي اسمها كريستال ديسك مارك، علشان نعمل بنش مارك برضه نجرب السرعه بتاعه القراءه والكتابه. نيجي لويندوز بقى علشان يعني نختبر الاداء بتاع الهارد. فهننزل اداه اسمها كريستال ديسك مارك، طبعا لينك الداونلود بتاعها هيكون موجود في صندوق الوصف. بعد ما نحملها نعمل فك ضغط ليها، تمام، وبعد كده بنفتح البرنامج. وبرنامج بورتبل يعني تنفيذي كده محمول بيفتح على طول بدون سيت اب. طبعا بتختار الهارد من هنا، وطبعا بعد ما تعمل له فورمات وتعمل له بارتيشن جديد بقت مساحته 112 جيجا، تمام. وبعد كده يا اما بتختار عمل خمس اختبارات بتاعه السرعه، بس احنا هنكتفي بواحد بس. نستنى شويه لحد ما التيست ده يحصل او البنش مارك ده يحصل ونشوف النتيجه النهائيه. برضه طلعت النتيجة متقاربة جدا، سرعة القراءة 282 ميجا، سرعة الكتابة 260 ميجا تقريبا لكل ثانية، وده طبعا سرعة يعني مضاعفة كتير جدا للـ HDD اللي ممكن يكون سرعته في حدود يعني 50 أو 60 ميجا في الثانية. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة، وقبل الختام انا بنصحكم بشراء كورس SSD حتى لو بحجم 120 جيجا فقط زي اللي معايا ده، وتخصصه للسيستم وبس. كل تأكيد انت هتحس بفرق رهيب في الاداء، خصوصا لو بتشتغلوا على جهاز شغل فوتوشوب او رندر الجرافيك زي مثلا برامج ادوبي بريمير وغيره، تمام. في النهاية اشكركم لحسن متابعتكم، وما تنسوش تدعموني بعمل لايك للفيديو وشير. لو انت بتتفرج على الفيديو ده من يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل اعجاب بصفحتي على فيسبوك، وتتابعني على تويتر وانستجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.